السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معكم محمد فتحي ومكملين مع بعض دروس اللايت روم، والنهاردة معادنا مع فلاتر وإفكتات اللايت روم. نفتح برنامج كده بسم الله. مبدئيا هي فلاتر اللايت روم أو الإفكتات ما اسمهاش كده، في اللايت روم اسمها بريسيتس، يعني إعدادات مسبقة. بالظبط بتدي تأثير زي الفلاتر. إيه هي البريسيتس دي؟ عبارة عن حد ممكن يعمل تأثير معين على صورة معينة ويحفظه وينزله على النت، أو ممكن أنت نفسك تعمل تأثير أو عملت إيديت معين على صورة عجبتك فحفظته وعملته على كذا صورة تانية بقى اسمه بريسيت، أو ممكن تنزله من على النت. في بريسيتس فري من غير فلوس، وفي بريسيتس بفلوس. أنت بتعمل سيرش واللي بتلاقيه ببلاش بتنزله، أو لو حابب تشتري بريسيت بتشتريه. طب إيه هو ومكانه فين أو بيعمل إيه أو إزاي بنعمل إحنا بريسيت أو إزاي بندخل بريسيت لايت روم؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. مبدئيا هنشتغل على الصورة دي. الصورة دي كانت لموديل، وكان يعني الصورة دي اصلا من شغل قبل كده وتسلم خلاص، فعشان يبان التأثير فمرضيش اقول لكم اي صورة غير صورة موديل او صورة بورتري يعني. فنبتدي كده، هنلاقي قائمة البريسيتس على الشمال هنا في اللايت روم، في القائمة اللي في الشمال هنا. اول قائمة هنا اسمها البريسيتس، ده اللي انا بتكلم فيه وهنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. لما انت بتنزل اللايت روم بينزل لك معاه بريسيتس جاهزه من اللايت روم ذات نفسه، بريسيتس الابيض والاسود وبريسيتس كذا، بريسيتس الابيض والاسود وكذا، بريسيتس الايفكت وهكذا. طب البريسيتس دي انا يعني بشغلها ازاي او بعملها ازاي؟ بكل بساطه انت بتدوس على القائمه كده بيفتح لك كذا بريسيت. عايز تشوف البريسيت ده قبل ما تطبعه على الصوره، تقف كده على البريسيت ما بتدوسش حاجة، البريسيت بيظهر لك في المربع اللي فوقيه على طول اللي هو النافيجيتور. عايز البريسيت اللي بعده بتقف عليه بيجيب لك التأسيس في المربع اللي فوق، بس هو الجهاز تقيل شوية بس اهو جاب لي البريسيت. طب انا فرض انا عجبني البريسيت وعايز اطبقه بدوس عليه، بس انا هخليه اطبق بريسيت من اللي احنا ايه هندخله من البرنامج. طب ادخل بريسيت ازاي او اعمل قائمه باسم بريسيت معين ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. انا هنا هعمل قائمه احط فيها اعدادات مسبقه او بريسيتس للفاشون او للبورتري او كذا حاجه تخص الموضوع ده. فعايز اعمل قائمه باسم مثلا فاشون، فباجي هنا بدوس مثلا على يوزر بريسيت، بدوس كليك يمين مكتوب ايه نيو فولدر، بدوس عليها فولدر نيم ده عشان اعمل قائمه زي القائم دي واسميها اللي انا عايزه. فانا اسميها مثلا فاشون وهدوس كرييت. جاب لي هنا قائمه اهي جديده اسمها فاشون، افتحها طبعا فاضيه لان انا لسه ما حطيتش فيها اي حاجه. طب دلوقتي انا عملت القائمه وعايز احط فيها البريسيتس، باجي ادوس عليها كليك يمين في هنا امبورت يعني ادخال، بدوس عليها. طبعا البريسيتس بتكون انت منزلها وعارف مكانها فين في الجهاز بتاعك، فانا عارف البريسيتس بتاعتي فين، بروح اجيب البريسيتس من هنا. دي كلها بريسيتس تبع الفاشون، وكل ده انا منزله على النت فري يعني انا مش دافع فيه فلوس خالص، وموجود على النت على كل المواقع. فانا عايز احط كل البريسيتس دي في قائمه الفاشون، فبدوس كنترول اي بحددهم كلهم. طبعا ده حاجه بعيده عن التصوير، كنترول اي بحددهم كلهم اي فولدرات في ملف واحد، ودوس امبورت. بقى دوست امبورت بصبر شويه على ما يخشوا البرنامج، يعني حتى تلاقي الماوس بيحمل اهو. بنفتح القائمه هنلاقي كل اللي انا حددته نزل في قائمه الفشو. تمام كده، مثلا دي الفلاتر اللي انا ممكن استعملها في صوره زي كده، وهي زي ما قلنا بيكون حد عملها قبل كده، حد اجنبي او اي مصور او اي اديتور، ونزلها اونلاين اللي عايز يحملها يحملها. فباجي على اي على مثلا على اول بريسيت بقف عليه بيجيب لي التاثير في المربع اللي فوق طبعا زي ما قلنا. عجبني البريسيت ده مثلا عايز اطبقه، بدوس عليه كليك واحده ياخد ثواني على ما يتطبق على الصوره بتاعتي او اتطبق. طبعا انا بقول فرض ان هو عجبني يعني الايفكت ده او الفلتر ده او البريسيت ده عامل لون اصفر زياده في الصوره، بس هو انا بس عشان اطبق واوريكم بيشتغل ازاي. فانا مش عايزه فهدوس كنترول زد عشان ارجع للصوره لاصلها كده. رجع طبعا الصوره لاصلها. نيجي مثلا على البريسيت اللي بعده جالي فوق، لا مدي لي الصوره
كونتراست زياده وتقريبا هيطلع لي حلو، بس انا مش عارف احدد عشان الصوره اللي فوق صغيره. بدوس عليه ياخد ثواني على ما يتطبق. اتطبق. طبعا في ناس ممكن تحب اللوك ده والبريسيت ده، مدي شويه كونتراست شويه كلاريتي زياده، فدي اذواق برضو. فانا مثلا عجبني البريسيت ده ممكن اعدل فيه، يعني مثلا ان هو حلو بس الكلاريتي زياده حبتين، يعني فعلا 80% زياده عجبني بس الكلاريتي زياده. لا ممكن انزل الكلاريتي شويه خليها 10. فعادي ان انا عملت البريسيت وعدلت عليه مفيش اي مشكله، وهيطبق على الصوره دلوقتي مفيش اي حاجه عادي، هو فعلا اتطبق. حتى قال لي بصوا قال لي الكلاريتي ازاي باين الفرق. طب كده ده بريسيت جاهز وانا عدلت عليه. طب انا لو حابب ان انا اعمل انا بقى بنفسي البريسيت، او عملت ايديت وحبيته وحبيت ان انا سيفه باسمي او سيفه لصور تانية، طبعا هنعمل ريسيت لكل القوائم كده عشان ارجع صورة اصلها. فكده الصورة جت لاصلها تاني، هنعمل لها اي ايديت سريع كده مع بعضينا. مثلا زود كونتراست شوية، زود الوايت بالانس شوية، ندي حرارة كده للصورة، ندي شوية كلاريتي. طبعا اديت ده كده اديت كروكي بس عشان اوريكم ازاي بنحفظ اللي احنا عملناه. ومثلا الاصفر زوده شويه واقل شويه لومينس. تمام، فرضا ان انا كده عملت اديت للصوره بتاعتي وخلاص خلصتها. الاديت ده عاجبني قوي وانا مش ممكن اعمله في كل، يعني اقدر اعمله في كذا صوره بس ده يوفر عليا وقت كتير لما اسيف بريسيت ده. طبعا الات زي ما هي كده خلصانه. تمام، انت زائد اللي هنا اللي جنب البريسيت دي وبدوس عليها، فهو بيقول لي اصلا كرييت نيو بريسيت، فبيقول لي هتسمي بريسيت نيم ده ايه، هتسميه ايه. فانا مثلا هسميه احمد فتحي واحد. عايز تحطه في اني فولدر؟ فانا عايز احطه في فولدر الفاشن اللي انا لسه حاطه. بدوس على الفاشن. بيقول لك هنا انت عايز تخلي في البريسيت ده، يعني عايز تعمل فيه كل الحاجات اللي انت عملتها في الصوره، ولا كل حاجه اتعملت وما اتعملتش، ولا مثلا لو عملت قص يتحط، لو عملت لو استعملت الفرشه تتحط. فانا هقول له لا، لان انا ممكن استعمل الفرشه في صوره يكون مكانها في صوره تانية غلط يبوظ لي الصوره. فانا بخلي البس اللي عملته الاساسي هو اللي اتحط، زي مثلا الوايت بالانس، الاعدادات الاساسيه، التون كيرف، الكلاريتي، الشاربنج، الحاجات دي بتبقى على الصوره كلها مش على جزء منها، والنويز ريدكشن. تمام، سبليت توننج لو عملته، كلر، الكلام ده كله. تمام، وبدوس كريت. هنا ممكن اقول تشيك اول فيعلمني على كله، هنا ممكن تشيك نان اللي هو ما يعلمنيش على اي حاجه وانا اختار براحتي. فمثلا اختار وايت بالانس واختار البيز تول اللي انا عملته، ادوس كريت. اهو فتح لي وجابه لي في قائمه الفاشون وعلمني عليه ان ده البريسيت اللي انا عملته ولسه شايفه دلوقتي اسمه احمد فتحي واحد. اروح لصوره ثانيه عشان اطبق عليها البريسيت ده، صوره زي كده مثلا. عايز احط عليها البريسيت اللي عملته في الصوره اللي فاتت اللي هو احمد فتحي اللي انا عملته، وعايز احطه على الصوره دي برضه. فباجي اقف عليه واقوم دايس كليك، البريسيت اتحط. طبعا انتوا مش واخدين بالكم من الفرق لان الفروقات مش كبيره، ما عملتش اديت قوي. لكن لو جينا اي بريسيت تاني مثلا وقفنا عليه، فندوس كده مثلا على البريسيت ده، البريسيت ده عمل لي حواف حاده شويه. نشوف حاجه تانيه ممكن تليق مثلا على الصوره. ندوس مثلا على البريسيت ده نشوفه، ادالي تون ازرق. برضو في ناس بتحب التون ده، في ناس ما بتحبوش. طبعا انا عشان ده كان سيشن فاشون وكان متركز على التيشيرتات، فصعب ان انا اعمل اي بريسيت من دول، او صعب ان الناس تعمله، ان انا محتاج الحاجه بلونها الطبيعي. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، وازاي تحط بريسيت جوه اللايت روم، ازاي تعمل بريسيت باسمك، ازاي تنزل بريسيت من على النت. انت بتعمل سيرش بس في جوجل على فري بريسيتس، او تكتب بريسيتس هيجي لك بريسيتس كتير جدا بفلوس وببلاش، انت بتختار اللي انت عايزه. ويا رب تكون استفدتوا معايا، ويا ريت تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. اللايك مش هيأثر معاك ومش هيتعبك، ده مجرد كليكات ماوس او تاتش لو بالموبايل. شكرا.